شوف فينا نفتحها العوافي ويا هلا بحلقة جديدة من بودكاست Talk of the Ocean، حديث المحيط. بعد ما وقفنا فترة بسبب الكوفيد 19 وكل الأحداث اللي قطع فيها لبنان وبعده عم يقطع، قررنا هلا نرجع نكمل الحلقات. اليوم الحلقة الثالثة رح نسجلها مع دكتور علي بدر الدين، باحث بالعلوم البحرية وصديق عزيز لجمعية يوميات المحيط. دكتور علي رح نتحدث نحن وياه اليوم عن السلاحف البحرية بلبنان، التحديات والمشاكل يلي بيواجهوها، وكيف فينا نحافظ على هالسلاحف ونحميهم. معكم جينا تلج وفيرا نون. لكن شفنا اليوم، حضرنا مش أول مرة هيدا الموسم بنحضر معك ريليس، يعني عم تطلق السلاحف الصغار لما بيفقسوا. المرة الماضية حضرناها بصور واليوم حضرناها بجبال، وهلا نحن قاعدين بجبال من بعد ما أطلقت. بدنا نعرف كم زلحفة اليوم أطلقت، loggerhead turtles، green turtles، كم وحدة من كل نوع، وليش جبتهم على جبال من صور؟ 100% سؤال حلو. رح أبلش أول شيء المشروع شو هو. المشروع هو ممول من سبارك، على سبارك هي special protected marine area، هي بيهتموا بهالأخبار بالعربي، ماني كتير بعرفها كتير بالعربي. هلا سبارك ومدعوم من قبل وزارة البيئة، فأنا national consultant، يعني أنا المسؤول العلمي لهيدا المشروع تبع السلاحف بلبنان. صار لي سنتين بهيدا المشروع عم اشتغل. الفكرة النشاطات اللي بنعملها بنفيق كل يوم الصبح من ماي لا أيلول سبتمبر أكتوبر، لا أكتوبر بنبلش شغل كل هالفترة. عندك ماي جون موسم التفقيس، بعد جون يعني أنا جولاي سبتمبر أوت أوغست وهاودي موسم ال لا ماي جون موسم التعشيش، تعشيش هوديك موسم التفقيس، هوديك ثلاثة أشهر. هلا نعمل في كل يوم الصبح نعمل نمشي على الشط مشي باترولينج مشي لنراقب أثار السلاحفة. طبعا تعرف انه الاثار السلاح في اللوجر هيد غير اثار السلاح في الخضرة، كل واحدة لها طريقتها. الخضرة تيجي موسعة اكتر، اللوجر هيد لها دعسيتها محددة اخبار كذا. المهم نرصد العش. هلا نحن هدفنا من الخبرية كلها نحمي النست، ما بيهمنا لبعدين، بس المهم نحميه باول 20 يوم. يعني منضل نراقبه 20 يوم كمان ما حدا يجي يدقروا تمشي عليه سيارة أو شيء. بحال صار فيه هذا الخطر بنحاول قد ما فينا نتجنب هذا، يعني نوصل لمرحلة حتى أنه ننقله ببعض المطارع، لأنه يعني بتكون مثلا خاطرة ببيلة بيضون على القريب من الموج. فنحن عندنا مد وجزر عالي بالشواطئ الرملية عادة، لأنه يعني ما فيه فيرمي تدريف بيرد الإروجن. المهم فبنحميهم بنضل نراقبهم. الفكرة هني بعد 45 يوم ل 60 يوم بفقسوا، نتركهم. يعني بحياتنا انا ما بنصح حدا، انا ضد كمان حدا يشيل نست، يعني يعمل هيدا الشيء. بس ليش عملت هيدا الشيء؟ اول شيء بباب السنسيبيليزاسيون، يعني الباب التوعيه، لانه عن جد احنا بحاجه لها. للاسف انا كنت ملازق الفيشرمان والعالم لهلا ما بيعرفوا هالسلاح في قيمتها. في ناس يعني قلت لك سلاح بحري، شو يعني سلاح بحري؟ شو هي؟ للاسف يعني بعدنا بهالمرحله. ما بلومهم، لانه الدراسات الوحيده اللي كانت تصير كانت على شط واحد، ومنقدر الجهود وكل شيء، يعني هو شط المنصوري وما زال هو من اهم الشواطئ لتعشيش السلاحف. بس بلبنان انا باكد لكم بهالسنتين اي شط رملي، حتى هذا الشط اللي نحن قاعدين عليه، احتمال تطلع السلاح في بدل بيت فيه، بس ما في حدا يراقب. لو في حدا بيراقب كان تدوع الموضوع. اللي باكد لكم اياه عندنا 180 نست، منهم 80 جرين اللي هي اندنجرد. هلا الكاريتا صارت فيلنربل بالنسبه للاي سي ام مع اللوجر هيد فوالا. هديك بقيت اندنجرد، وعندنا 100 كلهم طلعوا هول بكل الشواطئ الرمليه المراقبه. المراقبه بالضبط. هلا اهم الشواطئ انا وزعت، شفتوا اذا شفتوا بروشورات اللي اعطيتكم اياها، اهم الشواطئ ما زالت هي اهم الشواطئ. العدوسيه جنوبا محميه، لا مش محميه، الحمى المنصوري كمان جنوبا، وعندنا كمان شط ثالث العباسيه. للاسف العدوسيه والعباسيه، عباسيه هلا على نوع محميه وزاره البيئه، تمام هذا المطلوب، هذا اللي بدنا اياه. العدوسيه ليش عم يطلعوا هيك؟ لانه منطقه زراعيه وصعب حدا يوصلها.
عرفت يعني مساعد السلاح فيه يعني ما في ضوء ما في عشان هيك وهي من اهم الشواطئ يعني تخطط كل الشواطئ كل الاحتمالات يعني عندي 60 ناس لوجر هاد وعندي 40 45 ناس بني 45 وال 50 بس بالعدوسيه شوفوا الاوب يعني الاب اند داون يعني الفكره انه كثير هاودي مونيتورد هاودي مونيتورد واللي باكد لك كل السلاحف طلعوا هلا انا شو بعمل الصبح بطلع بمشي مرات بستفيد بلاقيها عم تفقس بالحقها بالحق مطرحها عم تفقس وهيك بتترك تراكس يعني بالحق بعرف الناس وين كمان انا دي جام سجل على جي بي اس بس بتساعدني هي بتوفر علي وقت بفتحوا بلاقيهم ثلاث ارباع الاوقات طالعين تمام بتطمن هلا اذا ما كانوا طالعين وكانوا نشيطين ساعتها بكرر اعمل ايفنت وانا بلاقي شغله صحيح ببعض الايفنتات عم يصير شيء ما حلو يعني بمعنى نحن ضد نحملها ضد انه الاولاد كذا واخبار بس كلبنان وما في محميات وما في هالشغل على السلاحف حلوه واليوم اذا بتلاحظي صرنا نلمس هيدا الشيء يعني الصياد اليوم شو عم يعمل بس يلاقي سلاح فيها معلق او شيء بيقصها بيخلصها يحطها على فيسبوك يعمل ضجه عشان كانوا قبل يقتلوها بس تطلع معهم بس ما يجيب سيري يلاقيها بس مرميه بس هلا لا هلا صار في وعي لحتى العالم يعني انا وانت والكل عم صار في مثل هاللينك يعني انا وانت والكل صاروا يعني انفولفد بهيدا الشيء اوتوماتيكمون يعني ما فكرنا لا بادجت ولا شيء ممكن بعدين نتطور ونأسس حالنا هلا كمان في شغله عم سبق الاسئله يمكن مش عم تسالوني عم خليكم معلش احلى ما هي كونفرسيشن شو الفيدي هون المقصد اذا عرفنا نستغل هيدا الشيء ايكوتوريزم في شيء اسمه بالعالم كله في شيء اسمه ايكوتوريزم ناخذ مثل بتركيا يعني عاملينها شغلتهم عندهم محمية سلاحف ريسكيو سنتر بيجي ناس من برا بياخذوا فولونتير بيدفعوا مصاري يعني هاي التيشيرتات وهيدي حلوة العمل فالورايزد انه فالورايزد تنوع هلا طلعت العمل واخبار بس باجراف فوالا هيدي التيشيرتات وهيدول حلو يكون يعني يفوتوا بادجت بس مش بادجت لنستغله لا لنساعد السلاحف فيهم نطور حالنا نطور التيم انا عم اشتغل لحالي وفي كتير ناس بحاب يعني مثلكم انتم كتير حابين بس ما عارفين وين ما عارفين كيف هيدا كله بحاجه لدراسه وكله بحاجه ل مثل ما بيقولوا اكشن بلان ونعمل في اكشن بلان عمل مع الركسبا كمان بالنسبه للسلاحف ونعرض هيدا الاشياء بلبنان أوكي. بالتعاون مع الركسبا اجمالا انا بقول شغله ما بعرف اذا لازم تنقال بس المفروض انه تنقال يعني يوم الركسبا وزاره البيئه بمحل محل لازم نضوي انه برافو عليهم عم يشتغلوا بهذا الموضوع خاصه انه الركسبا عم يعطونا فاوندينج يعني نحن بحاجه للفاوندينج للاسف يعني ما عندنا فاوندينج باي مشروع إن كان هن عم يدعمونا نحن معكم ونحن بس اشتغلوا فنحن عم ونحن قوية عم نكون معهم يعني بهيدا الشيء والحمد لله هيدا هو اللي عم بيصير كنا عم نحكي عن انواع السلاحف شو الانواع اللي اطلقتها اليوم وكيف بتفرق بيناتهم خاصه هن وصغار ايه الكاريتا هي اللي شفتوها اليوم اليوم كلهم كانوا كاريتا لو كلهم كاريتا سوداء وجريها صغار ال التيم الجرين الكيلونيا ميداس اول شيء كبار ومن تحت بيضه ومن فوق خضرة يعني عن جد بين انه خضرة غامقه فبتبين يعني بتبين بعدين بيضه السلح في الخضرة شكلها بيفرق اكبر اوكي هذيك طابت بيمبو بس هذيك بتلاقيها انه عن جد اكبر وبعدين السلح في الخضرة فيها شغله بتعذب يعني ما لنا شيء سهل لانه بتحفر توصل ل 180 سنتي هيدي مرات ولا شيء 60 سنتي 70 سنتي بتبيض ونصابة بس هوديك الصعبين هلا انا اطلقت اخضر كثير بس كنت الحق وحده او اثنين او ثلاث اتركهم على برجع بقول لازم نتركهم ضد هيدي بس مضطرين يعني عملت بسور عملت بالصيدا كرمال الاويرنس ولا والكوفيد 19 والاحداث اللي صارت للاسف اجت بوقت كنا عم بحكي بالبرايفت معاكم ببعض المطار اجت بوقت انه للاسف موسم التفقيس يعني هيدا هو الموسم يعني كتير اشياء صارت مش بس عنا بالعالم كله صح ولا سوري اذا عندك سؤال على سيره الكوفيد عم شوف انه بفتره الكوفيد عم بيكون في اعداد للاعشاش اكبر خاصه باليونان كنت عم بقرا بتركيا بلبنان كمان مزبوط. هل الكوفيد اثر ايجابيا على عدد الاعشاش إيه لكن بالنسبه للبنان ما لنا داتا قديمه لنقول انه اثرت
الداتا دي ما انا موجوده، موجوده بس بعض الشواطئ لانه في ناس عم تشتغل يعني مثل حمام سور عندنا يوم محميه سور مثلا عم تشتغل على فتره، بس ما فينا نشملها لكل لبنان، بنشملها بشط او شطين. اي بهالشط شطين ممكن له علاقه الكوفيد 19 لانه تسكرت الريزورتات اللي موجوده على الشواطئ، ما عادش في ازعاج لهيدي، بس انا بحملها اكثر بقول للتوعيه اللي عم تصير، حملها اكثر للتوعي. يعني بمعنى انه بهالثلاث اربع سنين اللي لاحظناه هون مثل ما كنت عم اقول الصياد الاورجانيزيشن كل محمس ليشتغلوا بهالسلاحف، عم بحكي على صعيد اللبناني، صعيد غير مناطق ممكن بس عندهم هنا الداتا بيدرسوها، على صعيد لبنان ايه في مطرح، بس في مطرح تاني هو التوعي، هيدا الشيء اللي عم نقوم فيه. وانا عم بتلاقي نتيجه بالضبط، وانا بلاقي انه السنين الجايه حنلاقي اكثر واكثر والشواطئ حتزيد اكثر، وفي ساعتها ما عادش فينا نقول قط بلانتيز كوفيد 19 ولا غيره. اوكي عرفتي كيف؟ هيدي لانه ناس صار في ناس انفولفد، صار في تريننج تيم، يمكن نطور نمشي بالاكشن بلان وهالاخبار كلها. طب شو التحديات اللي عم يواجهوها التيرتلز بلبنان؟ حكينا انه هلا صار في توعيه اكثر يمكن من قبل، بس شو اللي عم يواجه غير الريزورتس العضويه؟ لحاقسمه لثلاثه او اثنين كبار. اول شيء عندنا الفيشينج، في شيء عم نتخلص منه شوي شوي، بس مرات بتطلع مع صياد بالغلط بالشبك، اجمالا بعض الصيادين ما بيلتزموا، بزتوا الشبك قريب على الشط او بعض الاشياء يعني اللي ما بيلتزموا بالقوانين وهالاخبار، هلا عم يتحاربوا لنقول انه لا في مطارح الجروبات وهالاخبار السوشيال ميديا عم يضوي على هذه القصص كثير منيح. هيدا بيأثر كثير على السلاحف. وثاني شيء البلاستيك، عندنا نحن معركه بلاستيك طويله عريضه، يعني بعض السلاحف عم نلاقيها مخنوقه، وعندنا كمان الشرك كمان جانا قصة الفيشريز، بس اجمالا اكثر شيء البلاستيك هو الاخطر ضرر. وعندنا ببعض المطارح الاوربن فولز يعني الزباله والمجاريل والاخبار، بيروت اذا بدك اكثر بقول شغله، والبوت تلوث المياه، ولا تلوث المياه بتخنقها، يعني هذا كله بيفوت بخبريه بس هودي اكثر، بس الكبار المارين ليتر والفيشريز. فيشريز مش عم نقصد الصياد عشان يقولوها انه صياد انسان ما له منيح وشو، لا بس الليجل ان ريجوليتد فيشريز من هي، هذا انسان بده يسترزق واخبار نحن نتفهم، بس كمان في جانب المحافظه على البيئه لازم. اكيد ومن ناحيه الريزورتس يعني غير انه الاضاءه وهيك، بس كمان لما عم بيصير في اكثر شغل على البيتشز مش بس من الريزورت، الريزورت بجميعها بس تمشي على البيتشز وبنشرح لهم ما بيكون عندهم مشكل، بس اجمالا بيهمهم تضوي على الريزورت عندهم يعني كل الريزورت بيهمه، لانه بيقول لك انه طلعت من عندي سلاح في شيء منيح بجيب بستقطب لغايته الشخصيه مش ليحمي بعدين السلاحف او شيء، يمكن هيك يمكن بعدين عم يفكر بالموضوع كثير منيح، نحن هيدا الهدف. الريزورت ما عندي مشكل يكون موجود، يكون انفولفد معنا بس يقدم يعني يخلي شاطئ رمى ولا يقوم باتصال صغير بحاجه لشيء، بحاجه انتم لشيء، فينا نعمل شيء. عم بيصير هيك؟ لا ما عم بيصير، ما بيصير هيك شيء، ما عم بيصير لانه ما بدنا بعد شغل على الارض. ايه اكيد ايد واحده ما بتزقف. طب هول التيرتلز اللي عملنا لهم ريليس اليوم، بعد 25 سنه الفيميلز رح يرجعوا لحتى يبيضوا على نفس الشط اللي هن فقسوا عليه، صح؟ مش من محل ما انطلقوا، لا لا فقسوا عليه. اوكي، في حال وصلوا على هيدا الشط هاودي مفقسين بصور مش هيك؟ صح. يلاقوا انه في عمار وفي كوستال لاندفيلز وفي اللي بدك اياه مش قادرين يطلعوا ليبيضوا، شو بيصير فيهم؟ انا ليكي اللي عم لاحظه بهيدي الخبريه السلاح في بس بدها تطلع تبيض، بدها تطلع تبيض بكل سرعه، ما بيهمها شيء الا اذا كان في ناس على الشاط عن جد يقوها، لانه لاحظت ببعض المطارح عندي لوكيشن عم اشتغل عليها من سنتين ثلاث سنين عم لاقيها يعني ابدا بقول بدها تيجي تبيض هون بتبيض هون، تختلف جمعه او جمعه حتى لو في حركه على الشط، حتى لو كان شو ما كان عم لاقي يعني بعض الناس اللي لقيتهم هذيك السنه هن زيتهم لقيتهم بنفس الموقع. واو. غريبه. وعم يعيشوا هول الناس كل فرتلايز وكله تمام كله تمام، يعني انا بقول شغلي ما بدها تطلع بيض بدها تبيض، بدها تبيض. اوكي بدها تبيض. ممكن في ازعاج، اي انا ما مش عم اقول يعني لا خلص سلح في رواق انا بلبنان وكله، لا في ازعاج ببعض المطارح مثل هلا مثلا اذا بالليل عملوا بارتي هون اكيد مش حتطلع. ايه. بتخاف اذا كان في كلاب او كان في سيارات فيكلز عم نعاني من هيدا الشيء على الشواطئ الرمليه. ايه فهيدا كله بياثر. طب مين المفترسين تبع البيض؟ يعني بعرف في الفوكس الكرابس الماكرو انفيرتبري اللي بيكونوا موجودين على الفيجيتيشن اسمها بيميليا، هيدي جديده للبنان. الفيجيتيشن ماكرو انفيرتبري تاني.
انفيسيف؟ لا مش انفيسيف، هي بتاكل بتكون عايشه. انا بصراحه ما بعرف كثير تيرستيال، بس بعرف انه بتكون موجوده على العشبه. هون بدي اتشكر شيء صغير يعني بروفيسور يعقوب كاشكا من تركيا، هو اللي سندني علميا، يعني هو الخبره بهذا الشيء، يعني انا بعتبره الانسان المرجع، هو اللي دربني، هو يعني تواصل معه بكل شيء. فهو اللي قال لي انه بتلاقي سلح في بكره بعطيك صور او شيء، بتلاقي البيضه بتقفرها بتلاقي مثل نكزه بقلبها، عن جد بين انه كانه شيء تاكل شيء تاكلها وبتضبها. شو الحل كان لهيدا العشبه مثلا؟ بتنقل العش عن بتبعديه عن العشبه. بس نحن ضد النقل، يعني انا ضد النقل كليا، يعني تنضقر ينضقر الميكيوس تبع السلح في هي البيضه، انا ضد. بس ببعض الاحيان مضطره، لانه ما بت يعني السلح في ما بتحترم عن جد البيض تعوله برا، خلص بدها تحطه ما بت يمكن ما بتقشع ما بتشوف، بس بدها تحطه. يعني عندي بعض المطارح ابدا حطيتهم بقلب النهر، شوف لاي درجه. يعني عندي بعض بقلب النهر، نهر هيدا بيستعملوه مثلا بالمنطقه العدوسيه، بيستعملوه للمزروعات زراعه فلا مدين راي، وهيك جاي على الشط شوي بس مي مش مجرور، لا مي انه للزراعه irrigation. ولا ابدا بيضه بقلب الهيدا، بتضطري مرات عن جد في هون. لا بدك تشيرها بهيك. فوالا هيدا هي هيدا. وكمان قصه الايفنتات وهيك، مش عم بقول نحن مش مع اللي عم بيصير والاخبار، بس مضطرين. يعني انا متاكد انه السنه الجايه واللي بعده مش حيكون هيك، يعني بس حيشوفوا سلح فيه، ان كان الاولاد ولا الكبار ولا صغار، حيلاقوها عاديه. اوكي بلشوا يزيحوا، ما بينمرقوا فيها لحالهم، بيقولوا انه لا مش لازم ولا كذا، بدها بس هالسنه صارت بعتقد صار في نقله نوعيه. يعني لقينا بصيدم اول مره بتصير، بجبان يمكن اول مره بيصير هذا الشيء، ما بين ماني بتاكد، بس اللي بشوفه اللي عم شوفه بيصير صاير، بالمنصوري صاير، بس بهيدي المناطق يعني صح اول مره انا حسب عنها جديده. في كثير ناس يعني اول مره بتشوف، انا هيدا هو هدف، يعني الهدف الاولاد وهالاخبار، يعني وصلنا نجحنا. طب بالشمال انا بعرف جزر الارانب، جزر الارانب فيها، بس الفكره جزر الارانب مشكلتها اول شيء منا بوت، منا تعاون كبير، منا بادجت، البلديه عم عارضه وكل شيء، بس كمان ما نقدر، يعني لحالي ما انا قادرين، ما لنا تيم تريند، يعني كمان ما في قول مثلا لحدا اوت بالونتيز بار اكزومبل اولا فيرا طلعي مانيك مدربه، شو استفدت؟ يعني بدك تتواصلي معي تقولي لي طب كيف بدك تلاقي الناس اذا كان بخطر؟ في طريقه، يعني هي قصه السلاح في انا بالنسبه لي سهله، ما لنا صعب، اي انسان فيها ما، بس بدها صبر وبدها استمراريه وبدها يعني متابعه. يعني كل يوم الصبح انا صلي 4 اشهر كل يوم في ساعه 4 ابدا 4 بخلص 6 يعني مثل الشوف سوري بتحول حياتك النهار للنوم والليل بتفيق، عرفتي كيف الخبريه هيك بتصير، يعني لتوصلي لهذا الشيء. عندي اخر سؤالين اللي هن عن الكلايمت تشينج بدي اسالك، وشو كان بعد في واحد كيف تعرف التيرتل؟ اوكي سو كيف بتعرف الزلحفه بعد 25 سنه بترجع نفس المطرح اللي فقست فيه؟ اجمل سؤال. ايه كيف تعرف ترجع؟ هذا ابدا شفتي تعرفي باللعبه في شيء اسمه بونزاي، هذا التشيك بوينت. والله هو صفيه لك شيء، هذا الاكشن بلان. بدك تعرفي بلبنان عدد السلاحف لي بلبنان، هون بحاجة فيشرمان، سي لوفرز، أورجانيزيشن، NGO، كل العالم، شيء اسمه سيتيزن ساينس، بس بليزيور برانش، يعني برانشد، كل الجزر، يعني مفرعة من كل الجهات، كل شيء. بده يصير فيه مراقبة، شفنا هي نعمل سايتينج، بنحطها على جنب، شفنا هي هون. إذا حتى قادرين نعملها تاغينج، في شيء اسمه تاغينج للسلاح فيه، بس بده بادجت، ما برجع بقول بده عده وبده طريقه، بده تدريب، بس ديجا انه نعرف منطقه اريا اجمالا السلاح فيه بتبيض بتروح بتغيب، بس اذا عدلنا هيك عملنا استيميشن نوصل لهالنتيجه، بصير نحن بنعرف. بس في شغله هون التيم، يعني اذا بالليل بتنزلي بتصيري بتعملي كامبينج بالليل على الشواطئ المهمه، بتصيري بتشوفي السلاح فيه عم تطلع بتبيض بتعملي لها تاغينج، بتشوفيها إذا هي زيتها عم ترجع تيجي، خسرناها ولا لا، راحت على مطرح تاني خسرت، بيشوفوا بيتواصلوا معي، هيدا هو هيدا الأصول، هيك لازم نبلش، عرفت؟ هيدي النقطة هون، ما هو توعية بلشنا فيها وعم تنجح شوي شوي، أمانتا لازم بسنين جاية لا نطورها ويصير في أكثر من توعية اللي هي السلاحف الكبيرة، لا بدنا ننزل نشوفها نتأكد إذا هي نعمل لها تاغينج نتعلم نراقبها ونوصل لنحصي اعداد. لهلا
بيقول لك مثلا انه بمنطقه في 100 سلحفه قولي له ما بنعرف يمكن تنقلت بدك تقول لي كيف عرفت يمكن هي ذاتها انت كيف عرفت صح. اوكي طب هاتك هون هون بناخذ حتى بالطول فينا نعرف يعني اللي عنده الطول بيدل على العمر يعني نحن ناخذ طول الكرباس عاده لنعرف العمر الطول من الطول فينا نعرف من عده اشياء بس لازم يكون في تريني وبحاجه ناس لناس بيبل هلا في ناس عم تختص وناس يعني من يومين كنا عم نحكي والله من يومين كنا عم نحكي انا شفت تورتل عطيتي فكره كثير حلوه للابلكيشن ايه هيدي احدى بس قد ايه بتزبط بلبنان ما هيك بدك توعيه بدك ناس يعرفوا اصلا هي قد ايه العالم بتفكر انه والله بدي اعطيك الداتا بيبي ستابس ما هيدا هو اللي عم بقوله انه خطوه خطوه وهيدي هي يعني اهم خطوه انه هيدي لتفرجينا للعالم انه ليكوا شو عنا في ناس ما بيعرفوا والله انه مش مطلوب منك شيء مطلوب تاع شارك واحمي وشوف شو حلوه لكن نتيجة أولادك انبسطوا أنت انبسطت أنت يا صياد أختك خيك قرابتك صهرك كله عندهم أولاد انبسطوا صح. طب أنت قتلتها أو صار في مشكل حرمتهم من بدون ما شو بدي بالإيكولوجية من جوا شو أهميتها ولا مع إنه عندها شيء أنا كنت بدي أوصل لهذا ولا عندها كتير إشياء يعني من باب ال من باب الإيكوسيستم وهالأخبار كلها ولا باب الإيكوسيستم وهالأخبار كلها بس ديجاب للناس حلوة يعني كتير مبسوطين وبتضلها محمسة طيب والكلايمت تشينج تغير المناخي كيف عم يأثر على نحن عنا بال مزبوط انه يعني عم نشوف بلبنان نحن بينت اوريدي عنا هيدا الشيء انه عم بيخلق اكثر فيميلز اكثر اناث من الزلاحف بسبب ارتفاع درجات الحراره برجع بقول منا دراسات في كلايمت تشينج باكد لك بالسي وورمينج ارتفاع درجات الحراره في الماي سان رئيس النشره ساتر في ماني ساينس عم يقوم بهيدي الاخبار الأسيديفيكاسيون أنا متأكد بمحل من المحلات بنلاقيها عليت وعم لاحظ أنا عندنا نحن شيء اسمه كولاليجينس أسامبلج أنا بعيدا عن السلاحف أنا اختصاصي أكثر بنتيك فونا وفلورا فبأكد لك بالكولاليجينس أسامبلج في عندنا شيء اسمه بلاشينج البيسونيليا المكون للكولاليجين البيوسينوس تبع الكولاليجين عم نلاقيه عليها مثل بياض بلاشينج هيدا البياض هيدا مرض هيدا جاي من السي وورمينج ارتفاع درجات الحرارة فهيدا كله ضمن الخبرية بدأ دراسات بدأ إيه دراسات. بس نحن لبنان سوريا فلسطين تركيا لفانتين سي إجمالا هو شط من أعلى درجات الحرارة إن كان بالماء هو شط أوليغوتروفي كمان يعني ما في كتير ولا ما في كتير منه ولا فهيدا كله يعني بس وبعدين ما معرضين للإنفيزيف سبيشيز ودي خبيرة فيهم لأنه 400 كيلومتر من كنال دو سويس اللي هو الأهم فيكتور للدخول الانفيزيف سبيشيز من الريد سي طب كيف بيأثروا الانفيزيف سبيشيز على التورتل شخصيا؟ على التورتل بعد ما في شيء لهلا بس بأكدوا بالشيء التوكسيك السمك لأنه بتاكل بمحل محلات لارفا بتاكل صدف قدي الانفيزيف سبيشيز يعني بدهم يدرسوا مثل السيريسيوم في بعض الصدفات بعرفهم توكسيك او شيء بشيء بشيء السيريسيوم توكسيك بس بعرف بعض الصدفات التوكسيك مثل الالغاس تيبوبوديوم شمبري هيدي انفيزيف عن جد وبعرف انه توكسيك بمحل معين بدها دراسه بس بعرفها بقرا عنها انها توكسيك والعيش السلحفه الكبيره الخضراء تاكل منهم قد ايه بتاثر على الاكل بس قد ايه هي الخبريه مش هون للسلحفه مثل ما قلت البلاستيك الديبري تبع الشبك اللي مثلا غطيس في شغله عند الغطيس اللي نقولها اخر شيء انه بس مثلا يقطع الشبك تقوله ضروري إلنا انه قطع لنعرف انه هون يمكن نتواصل مع حدا او شيء ينزل يشيله لانه هيدا مش بس خطر على السلحفه او شيء خطر على الانسان حتى بحال غطس او علي او شيء خبري صح. بس على السلحفه هيدا كتير خطر كتير خطر وبعدين للبيوسينوز اذا كان في شيء تحت كمان كتير خطر لانه بيكونوا فراجيل تحت الديب يعني فج عندك الانكورينج يعني مرات بيحطوا البوت بزتها بيلبش شو بعرفك شو في تحت بعيدة عن كمان عن تورتل بس بعيدة عن تورتل البيوسينوز اللي تحت بتعرفوا انه نحن بالديب سي عنا اشتغل مع وزارة الزراعة الأوسيانا والركسبا اشتغلوا مشروع كتير رائع ولقينا كتير اشياء حلوة على 1500 متر وصلنا لهالقد بس في عنا كتير اشياء حلوة يعني لبنان مش بس فيرميتي دريف وبيوسينوز ديب سي كمان يعني كتير اشياء وي نيد ايفري ون صح وي دو ان شاء الله نقدر نتوصل واخر شيء انه اهم شيء انا مع المحافظه على اللي عندنا ونعرف شو عندنا قبل ما نفكر باي شيء متطور شيء جديد يعني بالغنى عن كل شيء عم بيصير يعني هيدا ظهرت على الموضوع شوي انه ارتفيشال ريف او الاخبار كده
يمكن منيح يمكن لا يمكن اخبار، بس ضروري نعرف اول شيء شو عندنا ونحمي اللي عندنا بعدين نفكر. البادجت اللي حنحطه اعطونا اياه نشتغل على شيء عندنا اياه. صح، فهيدا اهم شيء اللي عندنا اياه قبل ما 100%. هيدا البريوريتي لازم يكون بكل بلد هيك. والله